الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. نمنا امبارح بتفق انا وفايز وسمير ومجموعه العمل واحمد كل الناس بنتفق على هاشتاج عايزين نشتغل عليه ابتداء من النهارده. هاشتاج اللي احنا كنا عايزين نشتغل عليه كان اسمه الثالثه على التوالي. نمنا هو ده مع كريم طبعا واحمد ثابت. فنمنا صحينا لقينا الثالثه على التوالي للتاريخ، الثالثه على التوالي للتاريخ متصدر تويتر دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. الميزه في جمهور الاهلي دايما ليه دايما النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني؟ لانه جمهور النادي الاهلي بيعمل اي حاجه بحب بقلب من قلبه. يعني التالتة على التوالي للتاريخ، تالتة على التوالي للتاريخ بمية واحد ألف تويتة على تويتر. تخيل حضرتك ده مفيش، ده في كام ساعة يعني. فحب جمهور الأهلي لفريقه، يعني أنا دلوقتي مثلا ما ينفعش إن أنا أقول يا جماعة تعالوا المدرجات لأنه المدرجات ما بتبقاش مليانة على آخرها والكلام ده كله، ولكن زي ما حضرتك شايف قد إيه المساندة والدعم، قد ايه المسانده والوقوف في ظهر فريقك خلال الفتره اللي جايه.